السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم على قناة زي أحلام. كل سنة وأنتم طيبين بدخول 2017. نتمنى من الله أن يتبدل فيها الحال إلى الأفضل إن شاء الله. كنت قلت لكم يا شباب في آخر فيديو إني بدخول 2017 ربما يوصل سعر البيتكوين إلى الـ1000 دولار ويتخطاه. النهاردة 2 أو اليوم الثاني في سنة 2017، ودخلنا تقريبا في اليوم الثالث في اللحظة اللي أنا بسجل فيها دي، لنا 10 دقايق تمام، والبيتكوين وصل لـ1030 وهبط في الوقت الحالي، وصل تقريبا لـ1017 أو يعني تراوح من 1010 1017 تمام. المهم إن البيتكوين تخطى الـ1000 دولار. ما أعتقدش يا شباب إنه هيهبط تحت الـ1000 دولار مرة تاني، وزي ما قلت المرة اللي فاتت كل يوم البيتكوين سعره في ارتفاع، كل يوم البيتكوين سعره في ارتفاع. فاليوم اللي بنحصل فيه مجموعة ساتوشيات حتى لو كان عددها قليل، في المستقبل هتبقى قيمتها عالية جدا. الرسالة وصلت تمام يا شباب؟ نبدأ على بركة الله في الفيديو بتاع النهارده. النهارده جايب لكم يا شباب 5 مواقع لتجميع البيتكوين او الساتوشيات تمام. الـ5 مواقع دي بتدفع كلها على الاي باي، فيهم 3 بيدفعوا مباشرة بمجرد انت ما تحل الكباتشا وتعمل كليم، الرصيد اللي انت بتكسبه بعد ما تضغط على كليم مباشرة بيطلع على الاي باي. 3 مواقع بيشتغلوا معاك بالشكل ده. فيهم موقعين بعد ما تحل الكباتشا، بعد ما تضغط كليم بيجمع لك الرصيد في الموقع نفسه، بس في اي لحظة تقدر تسحب الرصيد ده على الاي باي في اي لحظة، حتى لو كان الرصيد بتاعك في الموقع ساتوشي واحد بدون حد أدنى تقدر تسحب. 5 مواقع يا شباب نشتغل عليهم بجدية، نستفاد منهم، هيدونا دفع. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول يا شباب عايز الكل يفتح حسابه في الإي باي. اللي بيسمع الفيديو ومش عنده حساب في الإي باي يفتح حساب في الاي باي بعنوان المحفظة بتاعته. يدخل على موقع الاي باي، بيدخل عنوان المحفظة بتاعته، بيعمل تشيك ادرس، بيتفتح له طبعا الحساب بتاعه زيرو بس، خلاص بيجي او بيكون ليه حساب كده في الاي باي. ممكن ما يفتحش حساب في الاي باي ويتابع معانا من اول موقع، بس ياخد عنوان محفظته اللي هو شغال عليه وبيجمع عليها الساتوشيات او البيتكوين. المحفظة بتاعته كانت اكزابو، كانت بلوك تشين، كانت كوين بيز، ايا كان المحفظة بتاعته، ياخد العنوان بس بتاعها تمام، ويشوف هنعمل ايه في المواقع دي ويحط العنوان ده. العنوان ده اوريدي مباشرة بمجرد ما يشتغل على اي موقع من المواقع الـ5 اللي احنا هنشتغل عليهم بيتفتح له حساب على طول في الايباي مباشرة تمام يا شباب. بالنسبة للي عنده حساب في الايباي شغال عليه اوريدي يفتحه. زي ما انتم شايفين كده انا فاتح حسابي في الايباي. اول حاجة بيقول لك هلو، وبعدين رقم المحفظة او رمز المحفظة بتاعتك. تاخد رمز المحفظة ده بقى كوبي، رمز المحفظة بتاعتك
اللي انت مسجل بيه في الايباي تاخده كوبي، كنترول سي، تعلم عليه كده وتضغط كنترول سي. تمام. وندخل سوري، في حاجة كده عايز اقولها لكم في الايباي قبل لا نطلع على المواقع. ننزل تحت نظبط الحد الادنى في الايباي، خليه الحد الادنى بتاعه 10,000، يعني لما يوصل ل10,000 هيبعت لك على المحفظة بتاعتك. تمام. خلي الحد الادنى 10,000 زي ما هو في الايباي 10,000. بلاش يا شباب حد يزود على 10,000 علشان خاطر يعني ما ياخدش وقت علشان الرصيد يوصل لمحفظته. تمام. الكل يا شباب يظبط حسابه على 10,000، يظبطه على 10,000 وتضغط ست بي اوت في رسوم. تمام. خلاص كده ايه، واللي سكسس تم بنجاح تظبيط الرصيد على 10,000 ساتوشي. تمام يا شباب. نطلع بقى ايه، ناخد عنوان المحفظة كده نعلم عليه وناخد كنترول سي. تمام. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على الموقع الاول. الخمس مواقع بسيب لكم روابطهم تحت الفيديو يا شباب، سيب الخمس لينكات بتاعت المواقع تحت الفيديو. ندخل على الموقع الاول، بيفتح الموقع بالشكل اللي احنا شايفينه ده يا شباب. بيقول لك انتر ذا فوست، يعني دخول الى الصنبور، بنضغط عليها، نضغط دخول الى الصنبور، بيفتح لنا الموقع بالشكل ده يا شباب. تمام. بننزل تحت هنا في اليور ادرس بتحط رقم او عنوان المحفظة اللي انت جبته من الايباي، يعني مثلا وليكن العنوان ده مش موجود، تجي ضغط كنترول في، انت كنت واخده كوبي من هناك كنترول سي في الايباي، بتجي ضغط هنا كنترول في. تمام. دخلت عنوان المحفظة في اليور ادرس، تنزل تحت في رمز كاباتشا بتحله، هو بيكون رخم شوية بس ايه يعني، حاول ان انت تشوفه كويس كده وتكتبه تحت. تمام. لو جاء يعني مش واضح ممكن تغيره بيه تحت السهم ده اللي احنا شايفينه اللي هو ايه، بتظهر عنده نيو بازل ده. تمام. يعني ممكن انا اغيره بالشكل ده، اضغط مثلا اهو تغير يا شباب وجات حاجة واضحة اهي. تمام. المهم بكتب رمز الكباتشا زي ما هو ايه ظاهر قدامي كده، سي مسافة تشيز. تمام. وبعدين بنزل تحت. بص يا شباب بالنسبة للرمز الكباتشا ده في بعض المتصفحات ما بيظهرش فيها، في بعض المتصفحات ما بيظهرش فيها، فانت لما تحاول تشتغل تشتغل على المتصفح رمز الكباتشا ده يكون بيظهر فيه عشان تحله، لان لو ما ظهرش رمز الكباتشا ده قدامك هتنزل تحت طبعا انت هتحل ايه الكباتشا اللي بعد منها، وبعدين هيظهر لك الزر بتاع كليم هتضغط عليه هيقول لك رمز الكباتشا خاطئ. ليه؟ لان انت ما حلتهوش اصلا عشان هو ما ظهرش قدامك. خلي بالكم من الحته دي، حاول تشتغل على متصفح تمام يكون بيظهر لك رمز الكباتشا ده، بيكون تحت عنوان المحفظة مباشرة اهو. تمام. خلي بالكم من النقطة دي يا شباب. بعدين بتنزل تحل ايه الكباتشا التانية اللي تحت منها دي. الكباتشا دي بتحلها ازاي؟ بصوا فوق في ايه ثلاث كلمات مكتوبين فوق عنوان المحفظة اهو، راشيا اللي هي روسيا يعني، وتشين او تشاينا اللي هي الصين، وايطالي ايطاليا جايبها لك هنا طبعا، بس هي مكتوبة بأشكال كده ايه انت ايه خلاص بتخمنها وتعرفها يعني. يعني اول واحدة دي مثلا ايه هنا روسيا مثلا، فين اهي روسيا، نضغط عليها. وبعدين تشاينا اهي الصين. تمام. وبعدين ايطاليا اهي اخر واحدة، او بمجرد ما بتضغط على اخر واحدة بيظهر لك زر الكليم. انت في الموقع ده بمجرد ما بتضغط على زر كليم عدد الساتوشيات اللي انت بتربحها على طول بتطلع لك على حسابك فين في الاي بي. تمام. كم عدد الساتوشيات دي؟ عدد الساتوشيات دي يا اما 50 ساتوشي يا اما 70 ساتوشي، يعني في المرة يا اما يظهر لك 50 ساتوشي يا اما 70 ساتوشي. والكلام ده يا شباب بيتكرر كل 5 دقايق تعمل العمل دي، كل 5 دقايق.
تعمل العملية دي. تمام يا شباب؟ الخمسين ساتوشي أو السبعين ساتوشي مش كمية قليلة ممكن الناس تستهون بيها، لا، الكمية دي قيمتها لو كانت في الوقت الحالي قليلة، في المستقبل مش هتبقى قيمتها قليلة، لا، هتبقى صعب جدا ان انت مثلا تعمل لك 50 ساتوشي في ساعة، وممكن يجي علينا وقت ما نقدرش نعمل 50 ساتوشي دي في ساعتين او ثلاثة. تمام؟ فاحنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نجمع من المواقع دي اي قيمة حتى لو كانت صغيرة في الوقت الحالي. تمام؟ المهم يا شباب بنضغط على ايه؟ الزر بتاع كليم ده اهو، بيقول لي ايه؟ شايفين تحت؟ بيقول لي 50 ساتوشي was sent to you in eBay، يعني 50 ساتوشي تم ارسالها الى ايه؟ الى حسابنا في الايباي. طيب نروح على الايباي يا شباب ونشوف فعلا بعت ولا لا. نعمل ريفرش بس الاول كده الصفحة في الايباي وننزل تحت. ادي يا شباب 50 ساتوشي فعلا وصلت اهي. الموقع اسمه xbit.co.in. نروح نشوف الموقع كده اهو، xbit.co.in. تمام، ادي يا شباب. طبعا هنا بس ايه هو تاريخ الارسال مش زي ما بيظهرهوش الايباي، ما اعرفش ليه بس مش ظاهر فيه. كان ظاهر ان هو ايه مثلا تم الارسال من ثانية مثلا او ثانيتين. تمام، هذه 50 ساتوشي يا شباب وصلت. ده بالنسبة لأول موقع يا شباب، ورابطه ان شاء الله تحت الفيديو. ندخل على ايه؟ على الموقع التاني. الموقع التاني ده يا شباب بصوا، يعني المدة فيه مش مستقرة، هو حاليا بيجمع على دقيقتين، كل دقيقتين بيدي 20 ساتوشي. كان من حوالي كام يوم كده بيجمع على نص ساعة، مش مستقر، بس بيدفع وبيرسل على الايباي مباشرة برضو زي الموقع اللي لسه شارحين، فما نملش منه ونشتغل عليه برضو. تمام، اي قيمة تاجي منه فايدة. تمام، كل اللي بنعمله بناخد برضو العنوان المحفظة اللي احنا خدناه من الايباي ونضغط كنترول في في العنوان هنا اهو. تمام، وبعدين بنضغط على انا لست ريبوت وننزل تحت نضغط على جيت ريورد. بقول لي 20 ساتوشي was sent in eBay. نروح نشوف الايباي، نشوف 20 ساتوشي وصلت فعلا ولا ايه. تمام، نعمل ريفرش للايباي وننزل تحت. ادي يا شباب، ادي 50 اللي هو الموقع اللي قبله، وادي 20 اللي هو الموقع ده. تمام، وادي التاريخ ظهر هو يا شباب، ادي ده الساعة 12:31 والموقع اللي قبله 12:28 وانا عندي الساعة 12:32 اهي. تمام، الموقع ده سهل جدا ما فيهوش غير اللي انا قلته ده يا شباب. بعد ما بتخلص العملية بتضغط على ايه فوق هنا على عنوان الموقع علشان ايه، يقول لك you have to wait 1 minute، يعني كده عدت دقيقة خلاص فاضل قدامي دقيقة واجمع تاني برضو، كل دقيقتين تقدر تجمع. تمام، ندخل على الموقع التالت. الموقع التالت ده شباب شبه الموقع التاني بالظبط، نفس القصة. نضغط على ايام انا لست روبوت، شوف لو كانت صار لك بالعربي او بالانجليش يعني. تمام، على فكرة ممكن تظهر لك رموز كابتشا، يقول لك مثلا اختار لو مثلا بيتزا، يقول لك علم على الحاجات اللي فيها بيتزا، علم على الحاجات اللي هي واجهة متجر. تمام، ما مش على طول كده مثلا تظهر لك علامة الصح على انا لست برنامج روبوت برضو، يعني خلي بالكم. تمام، نسيت حاجة طبعا، انا نسيت ادخل عنوان المحفظة برضو، عنوان المحفظة كنترول في اللي هو العنوان اللي واخدينه كوبي من الايباي. تمام، وخلاص دخلنا على
دخلنا احنا حلينا رمز الكاباتشا ونجي عاملين على كليم، نضغط على كليم نقول لي 30 ساتوشي والسنت، ادي 30 ساتوشي ارسلها. تمام، الكلام ده بيتكرر كل ايه، كل 3 دقايق. you have to wait 3 minutes. الموقع ده يا شباب، والموقع اللي لسه شارحينه اللي قبل منه ده، الوقت بتاعهم بيختلف. يعني ممكن النهاردة بيقول لك كل دقيقتين ده 20، وده كل 3 دقايق 30. من حوالي اسبوع كانوا هما الاتنين بيشتغلوا على ايه، على نص ساعة او 35 دقيقة. تمام، يعني من وقت للاخر ممكن تلاقي ايه الوقت المستغرق ممكن يتغير. تمام، بس يعني كويسين. مواقع بتدفع وبتدفع مباشرة على الاي باي، يعني الموقع ده لسه مدينا 30، نروح للاي باي كده ونشوف 30 وصلت ولا لا. ادي لك احنا كده واقفين على 20، نعمل ريفرش في الاي باي نشوف 30 وصلت ولا ايه. ادي شباب 30 اهي فعلا وصلت، ادي 12 34 دقيقة اللي قبلها 12 31. تمام، ده الموقع التالت شباب. ندخل على الموقع الرابع. التلات مواقع دي يا شباب اللي احنا شرحناها زي ما قلت لكم، دي مباشرة بمجرد انت ما بتضغط على زر كليم بيبعت على الايباي على طول. تمام، مش بيكون لك رصيد وانت بتسحبه على الايباي، لا هو على طول بيدفع على الايباي على طول، بمجرد ما انت بتضغط على زر كليم بيبعت على طول على الايباي. تمام، فاضلين موقعين معانا، الموقعين دول بيكون لك رصيد في الموقع، بس انت في اي لحظة تقدر تسحب الرصيد ده، حتى لو الرصيد ده ساتوشي واحد، يعني ملوش حد ادنى للسحب. تمام شباب، ندخل على ايه، واحد من الموقعين دول اللي هو يعتبر الموقع الرابع معانا النهاردة. الموقع يا شباب هيكون ظاهر بالشكل ده، انا هعمل ريفرش للصفحة بس علشان ايه ليها فترة كبيرة مفتوحة معايا. هيكون الموقع يظهر لك بالشكل ده يا شباب. تمام، اول حاجة فوق خالص بيقول لك يور ويلت ادرس، عنوان المحفظة بتاعتك، نضغط نجي عاملين كنترول في عنوان المحفظة اللي واخدينه كوبي من الايباي. خليكم فاكرين دي دايما، ان احنا فتحنا الايباي وخدنا عنوان المحفظة اللي احنا مسجلين بيها في الايباي. تمام، دخلنا عنوان المحفظة، ننزل تحت بيقول لي انتر ذا فوست، يعني دخول الى الصنبور، نضغط عليها بيظهر لي رمز كواتش ونقول له انا لست برنامج روبوت. تمام، وبعدين ننزل تحت ونقول له انتر ذا فوست، نضغط عليه الموقع ده شباب بيشتغل معانا كل 5 دقايق، تجميعه كل 5 دقايق بيبدأ معاك ب200 ساتوشي. اول ما تبدأ في اول اليوم كده شغل عليه يبدأ يديك 200 ساتوشي، بعدين يديك 150 ساتوشي، بعدين يديك 100 ساتوشي، ويفضل معاك على 100 ساتوشي مثلا 4 5 مرات او 6 مرات، وبعدين يشتغل معاك على 50 ساتوشي ويستمر معاك بعدين ايه طول اليوم على 50 ساتوشي. ده يعني انا ملاحظتي من خلال شغلي عليه. تمام، فانت ايا كان الحال حتى لو هي 50 ساتوشي من الاول للاخر ممتازة، كل 5 دقايق انا بجمعها من الموقع ده. تمام، فاجي تحت ايه يا شباب واقول له ادي لك كده احنا ايه دخلنا عنوان المحفظة اهو، سجل، دخلنا عنوان المحفظة خلاص سجل. تمام، وبيقول لي هنا ريورد، ادي 100 ساتوشي، هتلاقي كل مرة بيظهر لك الرقم هنا اللي انت هتجمعه في اللحظة اللي هتعمل فيها الكليم. يعني تنزل تحت وتضغط على ايه، شايفين كليم يور ساتوشي، تضغط عليها تحل رمز الكباتشا، انا لست برنامج روبوت، تضغط عليها. تمام، وبعدين تحل رمز الكباتشا التاني، جيب لي 3 ارقام 6 و5 و2، وجيب لي العمليات الحسابية، 6 عبارة عن ايه 3 زائد 3 اهي، بعدين 5 عبارة عن 9 ناقص 4
وبعدين الاتنين عبارة عن 8 ناقص 6 اهي، وبيظهر لي كليم يور ساتوشي، نضغط عليه. شايفين يا شباب بيقول ايه؟ 100 ساتوشي هاز بين ادد تو يور اكونت، يعني في 100 ساتوشي اضافت لحسابك، and your balance is and your balance is now 5785 ساتوشي. يعني انا عندي 100 اضافت لحسابي، ورصيدي حاليا في الموقع ده شباب 5785 ساتوشي. تمام، اقدر اسحبها؟ اقدر طبعا اسحبها في اللحظة دي، وهوريكم ازاي هسحبها في اللحظة دي على الاي بي. هنا بيقول لي يو كان كاش اوت، تقدر تسحب ات اني تايم، في اي وقت، نو ليميتس، لا حدود تو اي بي، من غير حدود الى الاي بي. فورمر اون، طبعا خلينا على ايه، على السحب. نعمل ايه عشان نسحب يا شباب؟ هقول لكم على حاجه قبل نسحب. بيقول لي ادي لك ريورد 75 ساتوشي بعد 5 دقائق. خلاص احنا كنا كده على 100، ادي هيدخلني على 75 ساتوشي. ممكن 75 ساتوشي يدخلني بعدها على 50 ساتوشي، بس ما اظنش ان هو بيدي اقل من 50 ساتوشي في الخمس، يعني في كل 5 دقائق. تمام، والشغل على الموقع ده شباب كل 5 دقائق، كل 5 دقائق. تمام، طيب انت عشان تعرف الخمس دقايق عدت ولا لسه، بتعمل ايه؟ تضغط فوق وتحت، جايب زر للريفرش، سي انت اهو، قول ريفرش بس. انت بكل ما بدل ما تنزل كل شويه تحت وتعمل ريفرش، بلاش، انت بمجرد ما تخلص العمليه اضغط فوق على ايه، على العنوان بتاع الموقع اهو، على طول هو بيعمل لك ريفرش للصفحه، وبيجيب لك العداد بتاع ايه، بتاع ال5 دقايق. ادي كده فاضل 3 دقايق وثواني، يعني مجرد ما تخلص ال5 دقايق هنا بيظهر لك الزر بتاع كليم مرة تانية، بتضغط عليه وتحل الكباتشا وهكذا. تمام يا شباب، بنسحب ازاي؟ بنسحب من ال، شايفين فوق هنا في الفوست ليست، وبعدين في الريفرال، وبعدين في الاستاتكس اللي هي الاحصائيات، وبعدين في البي اوت. البي اوت اللي هي دي السحب. قبل لا نشوف البي اوت اللي هي السحب ازاي، برضو عاوز اقول لكم على حاجة اللي هي ايه. هنا الريفرال بتاعك انت يعني عندك رابط ريفرال بيدهولك، بتدعو من خلاله اصدقائك علشان تاخد البونص بتاعت الموقع. بتضغط على الريفرال دي، بيديك الرابط اهو اللي انت بتدعو بيه اصدقائك للموقع انه يسجلوا من خلالك، بيديك 20% بونص. تمام، من خلال الريفرال دي يا شباب. الاستاتيك اللي هي الاحصائيات، بيعرفك الاحصائيات، رصيدك في الموقع، الرصيد بتاعي اللي انا اقدر اسحبه. تمام، وبعدين التوتال كليمز اللي عدد المرات اللي انت عملت ضغطت فيها على زر كليمز. تمام، وبعدين توتال ريسيفت اللي هي هنا بتديك كل الساتوشيات اللي ليك في الموقع واللي انت سحبتها قبل كده يعني. تمام، توداي كليمز اللي هي عدد المرات اللي انت ضغطت فيها في اليوم ده اللي انت شغال فيه. تمام، today received عدد الساتوشيات اللي انت جمعتها في اليوم اللي انت شغال فيه ده. الديلي بونص، الموقع ده في ميزة حلوة شباب، ان هو بيديك على كل تجميعة انت جمعتها بيديك 10% بونص، اسميها الديلي بونص. يعني انا مثلا عملت كليم من شوية على 100، وبيديني عليها عمولة يومية 10%، يبقى عندي 10 ساتوشي. يعني انا كأني جمعت 110 مش 100 شباب، كأني جمعت 110 مش 100. تمام، دي بالنسبة للستاتيكس. طبعا الريفرال ما فيش ريفرال، طبعا كوميشن، الكوميشن على الريفرال، الديلي كوميشن. تمام، دي الاحصائيات اللي بتظهر لك في الموقع ده شباب من خلال التطبيق بتاع الستاتيكس ده. تمام، وبعدين بنسحب من خلال البي اوت، نضغط عليها خلاص بيجيب لي قول يور بالانس از 5785 ساتوشي اهي. تمام، بضغط على كلمة اي باي دي، بقول لي ادي لك يو سكسفلي كاش اوت 5785 ساتوشي تو يور اي باي اكاونت. خلاص انا سحبت بنجاح كده يعني، او العملية تمت بنجاح. بروح على الاي باي يا شباب واعمل ريفرش، ادي لك بالظبط وصلت اهي 5785 ساتوشي يا شباب. تمام، موقع رائع، موقع رائع يا شباب والله.
ندخل على الموقع اللي بعده. الموقع اللي بعده نفس يعني نفس المميزات او نفس الشكل بتاع الموقع اللي قبله ده يا شباب اللي احنا شرحناه، تمام. هعمل ريفرش بس على الصفحة علشان خاطر برضو فاتحها ليا فترة. بصوا يا شباب، في اليور وولت ادرس برضو بنجي ضاغطينه وندخل ايه كنترول في عنوان المحفظة اللي واخدينه كوبي من الاي باي، تمام. وننزل تحت شوية ونضغط على انتر ذا فوزيت يعني دخول الى الصنبور، تمام. بيظهر لي رمز الكابتشا عشان احله. بصوا يا شباب، المواقع دي شغالة 100% علشان لو حد قابلته اي مشكلة يعرف ان عنده في مشكلة مع المتصفح. بعد ساعات رموز الكابتشا دي ما بتظهرش يا شباب على متصفحات معينة، ما بتظهرش. جرب موزيلا ما الدنيا ما اشتغلتش معاك، جرب جوجل كروم ما اشتغلتش معاك، جرب سفاري ما اشتغلتش معاك، جرب ايه تاني، اي متصفح موجود نزله عندك واشتغل عليه، وخلي كل المتصفحات عندك شغالة. شغال على موضوع الربح من الانترنت، ما تعتمدش على متصفح واحد. ان في مواقع بتاعت ربح من الانترنت في بعض المتصفحات ما بتدعمهاش او ما بتشتغلش عليها كويس، او رموز الكباتش المطلوب حلها ما بتظهرش عليها. اشتغل على اكتر من متصفح، تمام. خلاص ضغطنا كده لست برنامج روبوت، وبعدين بنضغط انتر ذا فوست. ادي لك بيقول لي الريورد 75 ساتوشي، نفس النظام يعني. هو مش على طول بيديك 75 ساتوشي، لا، ممكن يبدا معاك 150 او وبعدين يديك 100، بعدين يديك 75، بعدين يديك 50 وهكذا. بس ما اظنش برضو ان هو بيقل عن 50 ساتوشي كل 5 دقائق. كل 5 دقائق الموقع ده شغال يا شباب، كل ما تعدي 5 دقائق تقدر تجمع تاني، تمام. بننزل تحت بنضغط على كليم يور ساتوشي، اهي الزر بتاعها، نضغط عليها. برضو انا لست برنامج روبوت، تتأكد يا شباب ان دي بتظهر لك، انا لست برنامج تظهر لك، وبعدين كباتشة تاني بتحلها. ظهرت واحدة فيهم بس تعرف ان المتصفح عندك ما شغالش كويس، تنقل على متصفح تاني، تمام. ادي كده يا شباب انا لست برنامج روبوت حليناها. بعدين ناخد تايجر، ادي لك اول واحدة تايجر اهي، التانية كاو اهي، تالتة كات اهي، وبعدين كليم يور ساتوشي. ادي بيقول لي 75 هاز بين ادد تو يور اكونت اند يور بالانس از ناو 1775. خلاص بيقول لي 75 ساتوشي اتضافت لحسابك، وحساب ورصيدك حاليا في الموقع 1775 ساتوشي. نفس الموقع السابق بالظبط يا شباب، نفس الموقع بالظبط اللي هو فيه الريفرال. ادي لك بنضغط عليها فوق التبويب بتاع الريفرال، بيدينا الرابط اللي احنا ممكن نديه لاصدقائنا او نروج للموقع للرابط ده علشان الناس تسجل من خلاله في الموقع. بناخد احنا عمولة من الموقع 20%، تمام، على الساتوشيات اللي بتجمعها الناس اللي مسجلها من خلال الرابط بتاعنا. عادي بنجيبها من خلال تبويب الريفرال فوق يا شباب. وبعدين الاستاتيك الاحصائيات نفس الكلام اللي كناه في الموقع السابق. كل اللي بيفرق هنا شباب ان الموقع ده ما بيديش ديلي بونص. هو اي نعم منزلها في الاحصائيات لكن مش بيديك دول ديلي بونص. يعني انت 75 هي بتتجمع لك 75، 100 بتتجمع لك 100، ما بيديكاش عليها بونص 10% زي الموقع السابق. الموقع السابق جمعت 100 بيديك ال 100 دي تجمعك، وبيديك عليها ديلي بونص 10، يبقى 110 كأنه تجمعك، تمام. ايه تاني؟ البي اوت، طبعا البي اوت، البي اوت ادي لك التبويب الاخير فوق يا شباب، بنضغط عليها نفس الكلام في الموقع السابق بالظبط، نجيب لك الرصيد وبنضغط على كلمة اي باي دي، تمام. وخلاص بيقول لي سخسوف لي تمت بنجاح. نروح على الاي باي ونشوف هل فعلا ال 1775 وصلت ولا لا. نعمل ريفرش وننزل تحت، ادي لك بالظبط وصلت الشباب 1775 ساتوشي، تمام شباب. 5 مواقع اشتغلنا عليهم في اليوم، ممكن نجمع اكتر من 10,000 ساتوشي.
كل واحد حسب مجهوده، كل واحد حسب مجهوده في التجميع. يعني في ناس كتير بتسأل انا ممكن اجمع قد ايه في الموقع الفلاني، انا انت ومجهودك يا شباب، انت ومجهودك، انت والوقت اللي بتشتغل فيه. في ناس عندها وقت بتشتغل ساعتين، في ناس بتشتغل 3 ساعات، في ناس طول اليوم شغلها ده، هو قاعد شغال 10 ساعات في اليوم شغال على مواقع التجميع. اللي شغال 10 ساعات على موقع التجميع ده تتوقع يجمع كام في اليوم؟ تمام، لو في كل ساعة بيجمع له 2000 ولا 3000 ساتوشي، هو ممكن يطلع في آخر اليوم بحوالي 30000 ساتوشي أو 40000 ساتوشي. تمام، الكلام ده مثلا لو هو مركز على مواقع معينة. في بعض الناس لا، بتيجي الموضوع قدامها، هي قدامها مثلا 10 مواقع شغال عليها، ده ممكن في اليوم يعدل 50000 ساتوشي. بس ايه، هو كل شغله كده، قاعد مخصوص للشغل ده بيجمع. ليه 50000 ساتوشي النهارده اللي هو يقدر يجمعهم من مجموعة مواقع في يوم واحد بيشتغل فيه بكل جهده؟ 50000 ساتوشي دي ممكن بعد 6 شهور، بعد سنة، ما يقدرش يجمعهم في أسبوع، ما يقدرش يجمعهم في 10 أيام. ليه؟ بتبقى قيمتهم عليت. 50000 ساتوشي دي النهاردة بتعمل مثلا 50 سنت، بتعمل 50 سنت، بعد 6 شهور ممكن تلاقيها بتعمل 2 دولار. ما تستبعدش، ارجع ل 2010، 2011، 2012، شوف ايه الدنيا كانت فيها، وقارن حاليا ايه سعر البيتكوين ايه والتجميع ازاي فيه. لا، في ازدياد مستمر في سعر البيتكوين، بيخلي كل المواقع تخفض النسبة اللي بتديها للناس اللي بتشتغل كأعضاء فيه. تمام، لأن هو صاحب الموقع بيحسب انت بتاخد كام منه كل مرة، كدولار مثلا او كيورو، مش هو بيديك القيمة كساتوشيات بس، لا، هو بيحسبها قيمتها بالدولار كام، قيمتها باليورو كام. تمام، نستغل يا شباب الوقت بتاعنا، ما نضيعهوش في اي حاجة غير شغل البيتكوين ده، مهم جدا جدا جدا. معاك فلوس عاوز تحافظ عليها، حولها بيتكوين، اشتري بيها بيتكوين. برضو ناس كتير بتكلمني على حتة ان هو ممكن معاه فلوس مش عارف يتصرف فيها، وحاليا بالنسبة للمصريين يعني ما فيش فيزا اقدر اشتغل بيها على الانترنت وكده، هدخل فلوسي ازاي على الانترنت؟ هنشرح ان شاء الله طريقة. تمام، في بعض الناس بتقلق منها بس انا شغال عليها بطريقة كويسة خالص، لو اتبعت ومشيت بيها صح مفيش حد هيعرف ينصب عليك ولا يقدر ينصب عليك. ليه؟ انت بتبقى متحكم في الموضوع، بس اهم حاجة تتبع الخطوات الصح في الشغل فيه. ان شاء الله هنسجل لكم على فيديو يعني ممكن خلال اسبوع كده ولا حاجة، عشان نعرفكم ازاي اللي عاوز يعني يستثمر فلوسه بدل ما هي مثلا كل يوم بتنقص. يعني اللي معاه 1000 جنيه مصري بعد اسبوع قيمتهم بتنقص، 15 يوم قيمتهم بتنقص، عايز احولهم دولار علشان يبقى محافظ على القيمة بتاعته. انا اقول لك احسن من الدولار حولهم بيتكوين، احسن من الدولار واليورو حولهم بيتكوين. ليه؟ النهارده البيتكوين بيعلى قصاد الدولار، احنا عاوزين نحول المصري لدولار. ليه؟ عشان الدولار بيعلى قصاد المصري. لا، وانا بقول لك كمان البيتكوين بيعلى قصاد الدولار، يبقى حول بيتكوين وما تأجلش. اليوم اللي بتأجله بيضيع عليك فرصة ربح، بيقلل فلوسك.
ما تأجلش، ابدأ على طول اشتغل، ما تأجلش. أنا نفسي اتعلمت من موضوع التأجيل ده، معايا الفلوس ومش عارف أعمل إيه، معايا الفلوس ومقلق خايف أخد خطوة. لأ بس بدأت وأخدت الخطوة، الحمد لله عملت شغل متصانة ومحفوظة وزي الفل، والدنيا ماشية تمام الحمد لله. فنصيحة للجميع، ما تخافش، معاك فلوس اشتغل. وتاني عن ذلك، اي حد لازم تبقى فيه نسبة مخاطرة في الشغل ده بالذات، لازم تبقى فيه نسبة مخاطرة، بعد كده كده بتنقص معاك. هي قاعدة قيمتها بتنقص، بيعدي عليها يوم، بيعدي عليها اسبوع، بيعدي عليها شهر، قيمتها بتنقص. خاطر وغامر، وان شاء الله ربنا يكرم، ان شاء الله ربنا يكرم. تمام يا شباب، طبعا روابط ان شاء الله روابط المواقع دي هتكون تحت الفيديو، وان شاء الله هتكون في مواقع تاني. يعني انا بتأخر شوية في تنزيل، لاني بحاول اجيب احسن المواقع اللي ان احنا نقدر نشتغل عليها ونبقى مرتاحين في الشغل عليها. تمام، يعني احسن مواقع اللي احنا نقدر نشتغل وما تبقاش مقرفة او متعبة. تمام، فدي من احسن المواقع، ان شاء الله روابطهم هتكون تحت الفيديو. اظن كده يعني مفيش حاجة تانية نقدر نقولها. بكده يكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.